بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل الـ Type Parameters Railing and Stairs. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وشرحنا ازاي ان انا لما بعمل كرييت للـ Railing، سواء عملته على الـ Host، عملته على Plane، او جيت عملت كرييت للـ Stairs وعندي ريلينج هنا موجود اهو، ازاي ان انا بقدر اغير في التوب ريل بتاعي، سواء كان التوب ريل بتاعي موجود في الريل ستراكشر، او التوب ريل بتاعي موجود في البارامترز اللي هو بيبقى هنا. يعني انا لو عملت كده اقول له كانسل كده وعملت سيلكت هنا، بشوف التوب ريل بتاعي هنا اهو، سواء كان موجود هنا معمول له اكتيف، او اذا ما كانش موجود هنا بيبقى موجود هنا. وازاي ان انا بعمل اكستنشن للتوب ريل بتاعي، وشرحنا كمان ان لما بعمل اكستنشن للتوب ريل ممكن ان انا اغير الستايل بتاعه بتلاتة اوبشن، يا اما اغير اخلي الستايل بتاعي على الفلور زي ما احنا شايفينه كده، يا اما بخليه على البوست يربط بالبوست، يا اما بخليه على الوول واربطه اذا كان في الفلور او البوست اربطه بالايه بالترمينيشن. انا دلوقتي يبقى اذا انا لازم ايه، ده اللي احنا ايه شرحنا كمان، وقلنا ازاي ان انا بنزل الهاندرل، بعمل هاندرل وايه الفرق، وقلنا ايه الفرق ما بين الهاندرل 1 والهاندرل 2، وبحطه بارتفاع بحيث انه يبقى اللاين او بارالل للايه للريلينج بتاعي. اوكي طيب، النهارده هنتكلم ازاي ان انا احط سبورت بحيث ان السبورت ده هيربط الهاندرل بالايه بالبلاستر، هيربط ايه الهاندرل بالبلاستر. يعني انا لو عندي حاجه زي كده بهذا الشكل، هلاقي عندي هنا ايه في سبورت ده. السبورت ده ازاي ان انا احط سبورت هنا واربط السبورت ده الهاندرل بالهاندرل مع ايه مع البلاستر. اوكي طيب، السبورت ده اول حاجه هبتدي انا ازاي بقى دلوقتي. اول حاجه السبورت ده اجيبه ازاي؟ قال لي السبورت ده في الغالب انت بتنزله من اللايبرري، انت بتنزله ايه من اللايبرري زي ما عملنا في الترمينيشن المره اللي فاتت. دي اول نقطه. طيب والنقطه الثانيه، النقطه الثانيه ان انا عندي هنا اهو، اذا كنت حط سبورت هنا الهاندرل او الهاندرل اللي هو التوب ده، هربط السبورت بتاعه بالبلاستر. البلاستر هنا مثلا هتقول لي البلاستر هنا عندي ايه صغير قوي، صح؟ البلاستر ايه صغير قوي، البلاستر فاميلي. طب انا لو جيت عملت سيلكت عايز اكبره شويه، يعني عايز ايه اكبره شويه، يعني انا اذا عملت سيلكت للريلينج ده وقلت له ايديت، ومن عند الايديت كيت كده اهو، ورحت داخل على البلاستر بليسمنت وجيت هنا وقلت له ايه ايديت، هاجي هنا هلاقي البلاستر اللي موجود اللي هو ده اللي هو ايه بلاستر راوند كام؟ 25 مللي. يعني هو محطوط بلاستر راوند 25 ايه مللي، يعني يعتبر ايه صغير. تمام طيب، افرض انا عايز اخليه سكوير. طب السكوير عندي اكبر مقاس عندي في السكوير اللي هو 25 مللي، لكن ما عنديش اكبر من كده، مش موجود هنا. طب افرض انا عايز احط بلاستر جديد بحيث ان هو ينزل لي هنا ويكون اكبر من 25 مللي، يعني يكون مثلا 40 مللي. طيب اعمل ايه؟ قال لي يبقى في هذه الحالة لو هو عايز احط بلاستر جديد او نيو بلاستر وينزل لي هنا هوت، تمام، بحيث يكون الدايمنشن الويدز واللينس بتاعه يكون كبير مثلا وليكن 40 مللي في 40 مللي، تمام، يبقى انا لازم اعمل ايه كرييت بلاستر فاميلي، يبقى انا لازم اعمل ايه نيو كرييت بلاستر فاميلي. تمام يبقى دي اول نقطه، يبقى انا لازم اعمل فاميلي جديد واروح اقول له كرييت بلاستر فاميلي، واعمل كرييت لي، وبعد ما اخلص احط احط الماتيريال بتاعه اقول له لود انتو بروجكت، يروح نازل لي فين؟ يروح نازل لي في البلاستر فاميلي جوه الايه في الهوم بتاعه. تمام طيب، دي اول نقطه.
النقطة التانية ان انا لازم اعملها قبل ما ابتدي، ان انا لازم اعرف الهايت بتاعي ده كام. يعني انا عندي نو ده البلاستر من البيز لغاية التوب، تمام، الهايت بتاعه كام؟ لازم اعرف الهايت بتاعه كام واحطه في اعتبار. يبقى ثلاث حاجات لازم ايه اعرفهم: الهايت بتاع البلاستر، الدايمنشن، الويدز واللينز. اوكي، طب عشان انا اعرف الهايت بتاع البلاستر هنا يعني القيمه كام، يبقى انا هاجي عند الايه، هاجي عند ولا الايست، هروح جاي عند الايست كده اهو، واروح جاي كده اهو، واقرب قوي كده اهو، واشوف الايه الهايت بتاعي ده كام. يبقى اقول له سكيب مرتين، واجي هنا اقول له موديفاي، والموديفاي اقول له ايه ميجر، وبعدين من عند الميجر حاجه كده اهو، اهو ميجر كده، واجي كده اهو، واروح اقول فروم بوينت تو ايه تو بوينت. مديني كام؟ مديني 86 مللي. مديني كام؟ 86 مللي، 86 سنتي، انا اسف، 86 سنتي، يعني 860. يبقى اذا انا لما اجي اعمل كرييت، اعمل كرييت ايه للبلاستر بتاعي، هقول له فايل، وبعدين من الفايل هقول له نيو، بعدين اقول له نيو ايه، نيو فاميلي، تمام. هروح واخد ايه، واخد المتريك بلاستر، اوكي، اوبن، هيروح فاتح لي ايه، هيروح فاتح لي نيو فاميلي جديد. اوكي، طبعا لما بيفتح الديفولت بتاعه او الديفولت بتاعنا بيبقى بالمليمتر، يبقى انا هشتغل ايه على المليمتر. حاجه هنا، يبقى اول حاجه انا عرفت خلاص الايه الهايت بلاستر كام. حاجه هنا عند البلاستر بتاع الهايت بتاعي هنا اهو، هو هنا مدوني كام؟ 750 مللي. طب انا عايز اغير ده، هخليه كام؟ زي ما انا قسته وشفته، بالميجر ب 860. 800 القيمه كام؟ 860 مللي. يبقى انا اغير ده ازاي؟ يا اما اعمل ده لده دبل كليك، يا اما ان انا اجي هنا اهو من على الفاميلي تايب، واروح داخل كده هلاقي البارامترز عندي هنا اهو. والبارامترز عندي هنا اهو، في ناس كتير جدا بتبقى بتتلخبط وتعرف ده جه منين، وهم لما جم عملوا الحاجات دي وكتبوا الحاجات دي ورسموا الحاجات دي، رسموا الحاجات دي على اساس يحطوا الدايمنشن والبارامتر والاندكس داتا، حطوها على اساس ايه؟ قال حطوها على اساس ان هم يحطوا الفاميلي، سواء اي فاميلي هم بيعملوا. انت عملت تيبل، ده باختصار شديد، ده في الادفانس بقى عشان انتوا عارفين الحاجات دي. انا عملت او هم عايزين يعملوا، مثلا عايزين يعملوا تشير، عايزين يعملوا تيبل، عايزين يعملوا ديسك، اي فورنيتشر، اي عايزين يعملوا مثلا لامب لايت، تمام، ايا كان، اوكي. فهم بياخدوا الاطوال، يعني يرسموا ويشوفوا الاطوال، الحاجات، الاحتياجات اللي هم عايزينها، سواء عايزين انا محتاج ايه، مثلا عايز اعمل تشير او عايز اعمل ديسك، محتاج الويدز والهايت والايه واللينس، تمام. يبقى اذا انا محتاج دايمنشن، يبقى هروح حاطط اعمل كرييت الايه دايمنشن. محتاج ايه تاني؟ محتاج ان احط ماتيريال، يبقى احط بارامتر للماتيريال. محتاج ايه تالت؟ محتاج ان انا احط كونستراكشر، يبقى انا اشوف البوست اذا كان في بوست البير، وهكذا، ويروحوا حاطينه كده، ويروحوا مسويفينه كايه؟ كفايل، كايه؟ كفاميلي. تقوم انت لما تيجي وتفتح وتعمل كرييت نيو فاميلي، تبص تلاقي العناصر بتاعتك اللي انت محتاجها موجوده هنا، ده للعيال. فانا هاجي هنا اهو، واروح اجي عند البلاستر هايت كده اهو، واروح اقول له ايه، اقول له 860، وبعدين اقول له ايه، اقول له اوكي. راح عمل لي ايه، خلالي الهايت بتاعي كام؟ 860. ده يبقى ايه، دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان انا هعمل بلاستر، عامل بلاستر البريز بتاعه هيبقى من هنا، والتوب بتاعه هيبقى ايه من هنا. هعمله ايه؟ هعمله سكوير لغايه كده كويس، لغايه كده كويس، 40 في 40 مللي. اوكي، طب واحد يقول لي هبتدي ازاي انا؟ اول حاجه، طب ما انا هتلخبط اخش هنا ولا اخش هنا ولا بتاع. هقول لك اول حاجه، انت مش هتعمل بلاستر، اوكي،
يبقى احنا بنرسم كأننا بنرسم على البلان، يبقى احنا نرسم كأننا بنرسم ايه على بلان عادي، تمام؟ زي ما كنت بتشتغل في الاوتوكاد وتشتغل في الجرافيك والبرامج التانية، تشتغل على بلان. يبقى انا اجي هنا من عند الفلور بلان كده، واجي عند الريفرنس بلين، اروح مقرب قوي كده. دي اول نقطه. النقطه التانيه ان انا لازم اعمل ريفرنس بلين. ليه بعمل ريفرنس بلين؟ عشان احدد الويدز والهايت اللي الويدز واللينس اللي موجودين في البلاستر بتاعي. يعني انا لما اجي اعمل كرييت كده اهو، اروح جاي كده عند الديتم ده اللي هو الديتم ده احنا ايه باخدينه في البروجكت، اللي هو بيبقى فيه الليفل وبيبقى فيه ايه وبيبقى فيه الليفل والجريد، اوكي؟ فانا هنا هو عشان انت بتعمل فاميلي فبيقول لك ايه ريفرنس بلين، فانت تروح دايس ايه على الريفرنس بلين وتبتدي تعمل اي خط كده اهو، ادي واحد وهنا جنبيه كده خط تاني كده اهو، لاين تاني كده، وبعدين لاين تالت كده اهو، وبعدين لاين ايه رابع بهذا الشكل. يبقى انا عملت كده اربعه ايه اربعه لاينز، ماشي؟ حددتهم بالسنتر بحيث ان انا اقدر ارسم البلاستر بتاعي، ارسمه كسكوير في الحدود اللي هي ديت، او السكوير او الايه السكوير اللي موجود هنا. بعد كده هعمل ايه؟ ابتدي اظبط الدايمنشن بحيث ان ده يكون ايه؟ يكون في الميدل، يبقى ده في المنتصف بتاعي. يعني هعمل سيلكت ده كده اهو، واجي هنا واقرب قوي كده، واخلي ده كام؟ اخليه 20 مللي، انتر، تمام؟ وبعدين اعمل سيلكت ده كده اهو، واخليه كام ده؟ اخليه 20 مليمتر، اوكي. وبعدين اعمل ده كده اهو، واخلي ده كام؟ اخليه 20 مليمتر، واخلي ده اعمل كده اهو، واخليه كام؟ اخليه 20 ايه 20 مليمتر. يبقى انا كده خليت الاربعه وخليته ايه هو في المنتصف، لغايه كده كويس ماشي. بعد كده انا حامل ايه؟ بعد كده انا حامل اكستروشن. حامل ايه؟ حامل اكستروشن. هرسم عادي، بس هتقول لي ده طب انا هرسم عادي ازاي على اساس ان انا اعمل كريت الاكستروشن؟ لا، انت مش هترسم في البلان، انت ايه مش هترسم في البلان، انت مجرد حددت، انت مجرد حددت الدايمنشن بتاعك اللي هيترسم السكوير في النطاق دوت في الزون بتاعك ده. دي اول نقطه، لغايه كده كويس حلو قوي. طب بعد كده هعمل ايه؟ زي ما قلنا احنا هنعمل اكستروشن، اوكي؟ طب اعمل اكستروشن ايه؟ هقول لك بقى. هتيجي هنا وتقول له ايه كرييت، هتقول له ايه كرييت، وبعدين الكرييت هتاخد تقول له ايه اكستروشن، تمام؟ هو ايه انت هو انت كده حطيت الايه حطيت الريفرنس بليت خلاص، تمام؟ لكن ما رسمتش اي حاجه، وهو مش عارف انت عايز تعمل ايه. فانا هاجي هنا من البلان واقول له ايه اكستروشن. اول ما اقول له اكستروشن هنا اهو واعمل له كده، تمام؟ فاهم ان انت عايز تعمل ايه اكستروشن، بس ما يعرفش انت عايز تعمل اكستروشن فين. يا ترى هتعمل اكستروشن في الـ في الـ في الليفت ولا في الرايت ولا في الفرونت ولا في الباك ولا على البلان ولا فين؟ ما يعرفش، مش محدد البوزيشن فين. فانا علشان انت تبقى فاهم، لما تيجي تعمل اكستروشن او تعمل ريفولف او تعمل بلند او تعمل سويب، تمام؟ اي حاجه من دولت من البروفايل ده وجيت عملت كرييت ليهم، ها؟ لازم يكون في علاقه ما بينه وما بين الست. العلاقه ما بينه وما بين ايه؟ الست. انت عملت كرييت، قلت له كرييت مثلا كرييت اكستروشن، تمام؟ حاجات كده كويس حلو قوي. يبقى لازم تخش جوه البند بتاع الايه بتاع الست عشان تقول له انا عايز ايه، عايز اعمل اكستروشن. فهو فاهم كده ان انت هتعمل ايه اكستروشن. طب يا رب هو ايه عايز يعرف ال السايد اللي انت هتشتغل عليه فين؟ يا ترى انت هتعمل اكستروشن فين؟ هل يا ترى في الليفل في الريفرنس ليفل او في البلان ولا في البوتوم ولا في الفرونت والباك ولا في الليفت والرايت؟ هقول له لا في الليفت وايه والرايت. وبعدين اقول له ايه؟ اقول له اوكي. هيقول لي طيب انا عندي ايه عشان انت ترسم وتعمل اكستروشن؟ ما عنديش غير ثلاث حاجات انت تقدر ترسم عليهم، يا الليفت يا الرايت يا ال3 دي فيو. هقول له لا خليهولي ايه في الليفت، لو خليته في الرايت
مش غلط، لو خليته 3 دي فيو مش غلط، بس ايه انت، انا بفضل ان انت تشتغل يا اما الليفت يا اما على الايه على الرايت، وبعدين تقول له ايه وتقول له اوبن، يقوم جايب لك ايه، جايب لك الايه الليفت بتاعك موجود هنا اهو. او ما انا اعمل ايه بعد كده، هبتدي انا ارسم لانه فتح لي الاوبن ايه درو بتاعي، جروب الدرو بتاعي، مجموعه الدرو الموجوده هنا، فهبتدي ارسم، فهبتدي ارسم. طب ارسم كده على طول؟ لا، انا هرسم ايه، انا هرسم لاين او ايدج، بحيث ان الايدج ده يكون اعمل له فورم، اعمل له فورم بحيث ان هو يكون ليه ستارت اكستروشن واند ايه اكستروشن، ستارت اكستروشن واند ايه اكستروشن. احنا قلنا السكوير بتاعي او البلاستر بتاعي هيكون كام، 40 في 40، يبقى اذا انا هخلي الستارت بتاعي نصه هيبقى 20، والنص التاني هيبقى من الناحية التانية يبقى ماينس 20. تمام، ابتدي ان انا بقى ايه ارسم، اروح جاي كده اهو، واروح جاي هنا اهو فروم بوينت، واروح نازل كده اهو، قرب قوي كده اهو، واجي هنا واروح اجي كده اهو تو بوينت، واجي اطلع كده اهو، واجي هنا واروح حاطط كده اهو وتو بوينت. يبقى انا كده عملت الايه، عملت الايدج بتاعي اللي موجود، وحددت له الاكستروشن بتاعي نص هنا ونص هنا، وبعدين اقول له ايه، اقول له فينيش، راح عمل لي ايه، عمل لي البلاستر بتاعي. لو جيت عند 3 دي فيو كده هبص الاقيه موجود واتعمل واتحط زي ما هو موجود كده، تمام. بعد كده هعمل ايه، هحط الماتيريال، هقول له سيلكت، ومن سيلكت حاجه كده اهو، حاجه عند البارامترز بتاع الماتيريال، اخش عند الايه الماتيريال بتاعي. فهمت الحته ماشيه ازاي؟ بهذا الشكل هيفتح لي الايه الماتيريال براوزر، من عند الماتيريال براوزر احط ايه، وليكن هنحط وود، يبقى انا اخد مثلا ده واروح اعمل له رايت كليك واقول له ايه، واقول له دوبليكيت، هروح مسميه ايه، هروح مسميه وود بلاستر ماشي مثلا 4، تمام، وبعدين انتر، وبعد كده هقول له ايه، هاجي هنا من عند افتح الاسيت ايه براوزر، من عند الاسيت براوزر اخش على الاوتوديسك الاسيت، انا هحط ايه، هحط وود، يبقى انا اجي ايه عند الود، من عند الود كده واروح جاي، وليكن ناخد حاجه زي حاجه زي كده، تمام، ونروح ايه مودينه ريبليس هنا اهو، هيروح ايه جاي لي فين، جاي لي هنا اهو، اوكي، هاخد الكالر ده واعمل له كده اهو، واروح اقول له اد اد اهو، وبعدين اهو حتى هو نفس الكالر مثلا، وبعدين اقول له اوكي، حاجه عند الجرافيك كده، ومن الجرافيك كده اروح جاي كده اهو الكالر، واروح جاي واخد ده كده واقول له اوكي اوكي تمام. الترانسبرنس بتاعي عشان مبقاش فاتح قوي اخليه وليكن ماشي كده تمام، وبعدين اقول له ابلاي، وبعدين اقول له اوكي خلاص، يبقى كده هو ايه اتحط الحاجه بتاعتي، حاجه هنا واقول له كونسيدر كلر، راح هو حاطه لي، اجي هنا اقول له رياليستيك، هروح هو ايه حاطه لي بهذا الشكل، وبعدين اقول له ايه، اقول له ايه لود انتو ايه انتو بروجكت، هيروح نازل لي فين، هيروح نازل لي هنا اهو، حاجه هنا عند 3 دي فيو كده اهو، من عند 3 دي فيو كده اجي كده واروح اقول له سيلكت ذا ريل ده بتاعي ده، وبعدين اقول له ايديت، ومن عند الايديت هقول له بلاستر بليسمنت، اخش جوه كده اهو، واروح جاي كده اهو، هروح الاقي ايه حاطط لي ايه فاميلي 1، هختار الفاميلي 1 لان انا ما سيفتوش، وبعدين اقول له ابلاي، وبعدين اقول له اوكي، وبعدين اقول له ابلاي، هبص الاقيه راح نازل لي فين، نازل لي هنا، اوكي اوكي. يبقى انا كده عملت اهو، بص عمل ايه، راح ايه حاطط لي بالماتيريال بتاعه موجود بهذا الشكل، اوكي. يبقى دي اول نقطه، انا حتى لو جيت عملت كده وعملت له ايه كونسيدر رياليستيك، هبص الاقيه ايه راح هو ايه حاطط لي الايه البلاستر بتاعي. يبقى انا كده حطيت البلاستر بتاعي زي ما هو موجود ايه موجود بهذا الشكل، وعملت له كرييت للفاميلي. طيب انا هرجع تاني كده اقول له ايه، وهقول له كونسيدر ايه كلر. تاني حاجه انا عايز اعملها ان انا التوب ريل عندي هنا
ماله الطبري اللي عندي هنا اهو راوند، انا عايز اخليه سكوير. اروح اعمل سيلكت ده كده واقول له ايديت، ومن الايديت اجي هنا اهو واروح جاي كده اهو واخش على التوب ريل تايب 2 بتاعي ده، هلاقي عندي البروفايل بتاعي هنا سيركل. هقول له لا ما تاخدوش كده، خلوه لي ايه ريكتانجلر عشان يبقى شكله ايه يعني منطقي شويه. وبعدين اعمل كده اقول له اوكي، وبعدين اقول له اوكي، وبعدين اقول له ايه اوكي. يبقى انا عملت ايه، عملت هنا الايه اللي هو التوب ريل بتاعي. اوكي يبقى انا حطيت ده كده وحطيت ده هنا اهو تمام. طيب تاني حاجه انا هعملها، هبتدي بقى انا احط ايه، احط السبورت بتاعي تمام. اخد مثلا ده كده اهو واشوف البروفايل بتاعه، هقول له ايديت، والتوب ريل بتاعي ده علشان الكلر الاثنين قريبين من بعض. لو جيت كده عند الماتيريال بتاعي هو هنا معمول كده اهو، ايوه بالظبط كده ماتيريال اند فينيش. لا انا هو عامل ايه لونه، هعمل كده اهو واروح جاي هنا اغيره واخليه مثلا وليكن مثلا حاجه زي كده، وبعدين اقول له اد، وبعدين اقول له اوكي، وبعدين اقول له اوكي ابلاي. اوكي اوكي تمام. يبقى انا كده عملت الايه، يبقى شكل كده اظرف ايه شويه تمام. هبتدي بقى ان انا اعمل ايه، هبتدي ان انا احط السبورت بتاعي هنا اهو، ان انا هعمل كده ولو جيت كده اهو ورحت بصص لده، عايز احط السبورت عشان ان انا اجيبه من اللايبرري. اوكي طب زي ما عملت في التيرمينيشن هعمل فين، هعمل في السبورت بتاعي، ان انا اجي هنا واقول له اركيتكشر، ومن الاركيتكشر هقول له كومبوننت تمام. طيب في نقطه بقى هنا، هو جاي لي ايه، جاي لي ايه، جاي لي التيرمينيشن تمام. هتقول لي طيب انا ممكن انزل السبورت بتاعي ازاي، هنزل السبورت بتاعي، هعمل سيلكت ده كده واقول له ايه، واقول له ايديت تمام. انت بتتعامل مع التوبريل ولا بتتعامل مع الهاندريل؟ انا بتعامل مع الهاندريل عشان احط السبورت بحيث ان هو يربط السبورت ده، يربط الهاندريل بالايه، بالبلاستر. يبقى انا ما اخشش جوه التوبريل، يبقى انا ما اخشش ايه جوه التوبريل، بل اخش جوه ايه، جوه الهاندريل. يبقى حاجه هنا عند الهاندريل هاندريل 1 واخش جوه التايب واجي هنا اهو. انت عايز تشتغل تجيب ايه، عايز اجيب السبورت اهو، ادي السبورت. لما اعمل كده اروح اعمل كده اهو، مش هلاقي فيه لايبرري، مش هلاقي فيه ايه لايبرري. يبقى اذا انا لازم انزل اجيب السبورت منين، من اللايبرري بتاعي. يبقى هقول له كانسل واقول له كانسل كانسل، واجي هنا اقول له اركيتكشر، ومن الاركيتكشر اقول له كومبوننت، ومن كومبوننت هقول له لود فاميلي. انت السبورت ده تابع لمين؟ تابع للريلينج. اوكي الترمينيشن ده تابع لمين؟ تابع للريلينج. الهاندل ده تابع لمين؟ تابع للريلينج. يبقى اذا الام كل الهوب كله فين؟ في الريلينج. يبقى انا اجي عند الريلينج كده، اروح جاي عند الريلينج ده، اخش عند الريلينج ادور على ايه، على السبورت. لقيت السبورت اهو، اروح واختاره تشوزنج واقول له ايه، اقول له اوبن. هيعمل زي ما عمل مع الترمينيشن، هتبص تلاقيه راح في ايه، مع الايه، مع الكرسر تمام. هقول له لا انا مش عايزك دلوقتي لان انا مش عارف احطك هنا اهو بالطريقه دي تمام. هروح اقول له سكيب مرتين واقول له جو تو هوم، روح الهوم بتاعك تمام. وبعد اجيبه بقى ازاي، هروح جاي هنا اعمل سيلكت ده كده اهو واقول له ايديت، ومن عند الايديت اجي كده اهو واروح اقول له تعالى انت عايز، انا عايز ايه، عايز الهاندل. خلاص يبقى انا هتعامل مع الهاندل، من الهاندل كده راح جاي كده عند السبورت، من عند السبورت حاجه كده هبص الاقيه راح وصل عندي بقى هنا اهو موجود. هقول له تعالى بقى ابلاي، اقول له ابلاي. بص بقى ايه اللي هيحصل لما اخدته، اخترته، عملت تشوز من هنا، ها هيعمل ايه، ده مش هيجي لي على الكرسر، ده هينزل لي اوتوماتيك. وهقول له اوكي، وبعدين هقول لي اوكي بس. نزل بقى فين، نزل بقى فين، نزل في الاولانيه اهي، في دي. تعالى امشي كده، امشي كمان 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 اهو، وراح نازل لي فين، نازل لي هنا. طب والباقي ما نزلش في ليه، في البوستات التانية دي ليه ما نزلش في البوست بتاع كل واحد هنا اهو تمام. اولا هناخد الستيرز ده كده ونعمل له موف عشان ايه ما يضايقناش. دي اهو حط فين، حط هنا تمام،
وحط اه انا حتى عامل ايه، حتى عاملها شيد شيدنج اهي اهو. بص عمل ايه، حط فين، حط هنا وحط فين كمان، وحط في الاول في البيجيننج والان. ليه ما حطش في الباقي ده كله؟ ليه ما حطش في البوستاج كلها زي ما بيعمل هنا اهو اهو، تمام، على مسافات معينه يعني. ليه؟ لان انا هقول لك ليه. انت لما تعمل سيلكت ده كده اهو، وقلت له اديت، ومن الاديت جيت عند الهاندل، ومن الهاندل دخلت جوه كده اهو، ورحت داخل هنا اهو، ورحت قلت له فين السبورت، اجي السبورت اهو. ها هو انت اخترته اه فعلا، بس قلت له ايه، قلت له اللي اوت بتاعك الاين ويز بوست، الاين ويز بوست. وخلي بالك من الكلمه دي كويس قوي، الاين ويز بوست. يعني ايه الاين ويز بوست؟ يعني اربطه لي، اعمل الاين مع البوست بتاعه. البوست اللي هو ايه، البوست اللي هو يقصد بيه اللي هو البيجيننج ده والاند ده، تمام. لكن انا مش عايز كده، هقول له لا انا مش عايز الاين ويز بوست، بل انا عايز ايه، انا عايزك تعملها لي فيكسد ديستانس. كلمه فيكسد يعني ايه؟ كلمه فيكسد يعني يعالج، يصلح يعني. بص بقى، بص بقى هنا فيكسد وديستانس، احنا عارفين كلمه ديستانس يعني ايه، مسافه، ديستانس مسافات، ديستانس مسافه، مسافه مسافه. لما اقول له فيكسد ديستانس يعني صلح المسافات، يعني خد المسافه بتاعت البلاستر اللي موجوده اللي هم دولت، يعني خد المسافات اللي موجوده بين البلاستر وبعضها، واعمل لي فيكسد بحيث ان السبورت يتلائم مع المسافات دي. هي دي كلمه الايه، الفيكسد ديستانس، تمام. طب هيقول لي عايزهم على مسافه قد ايه، هقول له على مسافه متر. جبت المتر ده منين؟ جبت المتر ده من البلاستر فاميلي لما قلت ديستانس بريفيوس، المسافه ما بين ده وده. وبعدين اقول له ابلاي، وبعدين اقول له اوكي. بص ايه اللي حصل، اوكي اوكي راح اعمل ايه، راح ركب، ركب ايه، ركب السبورت على طول. فهمنا العمليه ماشيه ازاي، بس كده. بعد كده هعمل ايه، بعد كده انا هجيب الفرونت، خلاص كل واحده اتركبت في مكانها. خلي بالك من النقطه دي، لما هنيجي نعمل هنا في الاسترس مش هيتركب في مكان. ليه؟ ليه؟ لان انا هنا عندي ايه، عندي البوست ده ها ماشي اوريزونتال، وطالما ماشي اوريزونتال يبقى اذا هيقدر يقطع، زي ما انت زي الناس اللي اخدت في الاوتوكاد او اخدت كده لما بتيجي بتعمل ديفايدد، ها ديفايدد ديفايدد، عندك لاين وبتعمله ديفايدد، انت بتقسمها المسافات متساويه. نفس الحكايه هنا، بيروح حاطط لك ايه على مسافات ايه، مسافات متساويه، اوكي. لكن في الستيرز عشان ده سلوب، فمش هيعرف يعمله لك على مسافات متساويه، هنا هتضطر انت تظبط، اوكي. ده للعلم يعني، خلاص. فانا هاجي اهو، ده معمول 3 دي، هجيب انا الفرونت في حاجه ان هو اقول له هات الفرونت كمان. اه اديني جبت الايه، جبت الفرونت. بعد كده هقول له فيو، فين الفيو، ادي الفيو كده اهو. وبعد كده حاجه هنا عند التايل فيو، من عند التايل فيو انا مش عايز ده، هقفل ده، ومش عايز ده، هنقفل ده كمان ماشي، ومش عايز اخلي ده الايست برضو، ده مش عايزه، ده اللي هو انا عايز الفرونت وعايز ال 3 دي فيو. الباقي كله ايه، الباقي كله اروح ايه قافله، وده هقفل برضو ده، واخد ده كده فيو 1 واروح قافل ايه ده برضو، تمام. يبقى انا اصبح عندي ايه اللي هتعامل معاه، اللي هتعامل معاه اللي هو 3 دي فيو والفرونت. الفرونت اللي هو ايه ده، حاجه انا اقول له تايل فيو، ومن التايل فيو هروح مقرب قوي 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 كده، تمام. خلي بالك بقى من الحته دي، واجي هنا واروح جاي هنا واقول له فايل، واجي هنا واقول له شيت، واجي تمام كده. وبعدين اجي هنا واروح مقرب قوي كده اهو، نفس الحكايه هي موجوده. تعالى بقى، تمام، هنعمل ايه، هنعمل ايه في الحته دي، تمام. هاخد ده واعمل له سيلكت حاجه كده اهو، واروح اعمل سيلكت كروسنج كده، تمام. اعمل ايه، سيلكت كروسنج كده، بلاش اعمل سيلكت،
بلاش ايه امسك سيلكت اسكيب بارتي لغايه كده كويس حلو قوي. طب وبعدين في حاجه انا نسينا انا اعملها هنا، ان انا حطيت البلاستر سكوير هنا اهو، هاخد ده كده واروح احط البوست البيجيننج والانت برضو ايه سكوير في حاجه هنا اهو، اقول له سيلكت من هنا واقول له ايديت ايديت، ومن عند الايديت اجي كده اهو واروح داخل اعلى البلاستر بليسمنت واروح جاي كده واقول له اللي هو الستارت بوست هيبقى فاميلي 1، الكورنر هيبقى فاميلي 1، والاند هيبقى ايه فاميلي 1. اوكي اوكي خلاص يبقى كده ايه اتظبطت تمام. طيب احنا هنا هنيجي ايه ونقول طيب انا عايز اعمل سيلكت. بص بقى انا عايز اعمل سيلكت للايه البوست للايه للسبورت بس للسبورت بس. طب انا جيت لو عملت كده سيلكت لده كده بلاش. طب انا عملت سيلكت لده ما هو اخد كله صح. طب اخدت كده وكده ورحت عملت له ايه الحته دي بس برضو اخد كله. انا عايز اعمل سيلكت للسبورت بس ده، او ما انا اعمل ايه هروح اعمل بالكروسنج كده اعمل سيلكت كروسنج كده اهو تمام، بحيث ان السبورت بتاعي يكون جوه الكروسنج. لازم السبورت بتاعي يكون جوه الايه كروسنج، يعني ما اجيش اعمل كده اهو لا وانا اعمل ايه اعمل كده اهو اروح ايه اعمل سيلكت ايه لده كله تمام. هيظهر لي عندي ايه الفلتر، هعمل فلتر كده هقول له تشيك نان واقول له انا عايزك تختار لي بس السبورت بتاعي واقول له ايه اقول له اوكي تمام. راح عمل لي ايه سلكت الايه السبورت بتاعي ده. لو قربت قوي كده هلاقي عندي البين هنا اهو، لو انا عملت موف لده وحبيت احرك ده شويه كده اهو تمام مش هيتحرك معايا. ليه مش هيتحرك معايا؟ لانه معمول له بين، لانه معمول له ايه بين. يبقى انا عامل له ايه اعمل له ان بين. لما اعمل له ان بين تمام يبقى ان اقدر ان انا ايه اشكله زي ما انا عايز، اغير فيه زي ما انا عايز. يبقى انا هاجي من هنا واروح عامل ايه موف بهذا الشكل يقوم يتحرك معايا بايه بهذا الشكل. اوكي طب هنا اهو بالنسبه لهنا برضو ايه معمول ان بين. طب لما عملت سيلكت ده كده ظهر عندي الهاند كليرنس ايه اهو موجود هنا 0.0. لو انا كده زودت كده انا هاخد ده كده اقول له كنترول سي وكده كده قلت له 0.066 ماشي قلت له ابلاي تمام. هبص الاقي كبرت ايه عندي هنا لا انا عايز اخليها ايه عايز اخليها 4 وقلت له ابلاي. هبص بص بص عامل ايه بص عامل ايه راح ايه خرج عندي بهذا الشكل. امال انا اغير ازاي؟ ان انا اخليه 0.055 وبعدين اقول له ابلاي خلاص يبقى كده ايه اتظبط تمام. وكله هيبقى كده بهذا الشكل. لو انا خدت عملت كده سيلكت ده كده اهو هلاقي ايه وجيت كده قلت له فلتر ومن عند الفلتر هقول له تشيك نان ومن عند تشيك نان قلت له سبورت قلت له اوكي تمام وكده قلت له امبين تمام. هبص الاقي 0.055 يبقى كله هو ظبط ايه مع بعضه. خلي بالك انت لما عملت امبين ما ترجعش تعمل بين تاني ما ترجعش تعمل بين تاني. يعني انا خدت ده وعملت له ان بين بعد ما خلصته وظبطت البعثات بتاعه سيبه زي ما هو ما تعملوش ايه ان بين. انت عايز ورقه وعايز بيبر والبيبر ده موجوده ومحطوطه في الدبوس وعايز تكتب عليها اوكي فانت هل بتقدر تكتب عليها والبين بيبقى موجود على متدبس؟ لا لازم تخليه ايه ان بين علشان تقدر تسحب الورقه وتاخد الورقه وتكتب عليها. بعد ما بتكتب الورقه هل بترجعها تاني؟ لا خلاص بتاخد الورقه ايه عليها. يبقى لازم يكون امبين ايه على طول اوكي. طيب احنا كده عملنا ايه عملنا السبورت لهذا بايه بده. نيجي بعد كده ونروح جايين هنا اهو ونقول له تعالى بقى هناخد ده كده اهو سكيب مرتين وناخد ده كده ونقول له ايه ونقول له موف ونيجي هنا ونروح واخدين ايه ده كده اهو ونعمل سيلكت لده برضو نفس الحكايه وبعدين اقول له ايديت وبعدين من عند الايديت هقول له في الهاندل 1 برضو اجي هنا عند الهاندل 1 واروح داخل كده واروح اقول له ايه نزل لي السبورت بتاعك نزل لي السبورت بتاعك اللي هو ده وبعدين اقول له ابلا هقول له الاين ويز بوست هقول له لا خلاص بقى ما احنا فهمنا بقى هنقول له ايه فيكسد ايه ديستنس فيكسد ديستنس قد ايه هقول له متر وبعدين اقول له ابلاي
وبعدين اقول له اوكي وبعدين اقول له اوكي. عامل هنا ايه؟ بص بقى هنا طبعا احنا هنقفل ده بقى خلاص. هنعمل ايه؟ راح حط لي ايه الايه السبورت بتاعي. بص هنا بقى عامل ايه؟ عامل ايه ما ايه ما ظبطش ايه هو ادى كل واحد مسافه بينهم متر فعلا، بس اداها كام؟ اداها اوريزونتال، يعني ادى من هنا لغايه هنا متر، من هنا لغايه هنا متر، لكن ما بياخدش بالايه؟ بالسلوب، بالميل. ماشي؟ طب انا عايز بقى ايه؟ اظبط ده، اظبط ده ازاي؟ واظبط الحاجه دي ازاي؟ نفس الحكايه برضو، حاجه كده اهو واروح جاي كده واروح عامل سيلكت ده كده اهو، وبعدين اقول له ايه؟ اقول له فلتر، من عند الفلتر تشيك نان، وبعدين اقول له سبورت، وبعدين اقول له اوكي اوكي اوكي. ده ما هيجي لي هنا البين، هقول له ايه؟ خلوه لي ايه؟ خلوه لي ان بين. من عند الان بين ده اتاكد هو 0.6، هقول له لا خليه 55، وبعدين اقول له ابلاي. بص بقى عامل ايه؟ راح مظبط هنا وحط الحاجه زي ما كان. لما تيجي تعمل ايديت كده اهو وتشوف ان هو تشوف الهايت بتاعه، الهايت ده عباره عن ايه؟ الهايت بتاعه اللي هو الهايت بتاع ده، اللي هو الهايت بتاع ايه؟ بتاع ده، بتاع السبورت ذاته، بتاع السبورت ايه ذاته ده للعلم. يبقى هو بيقول لك الهايت هنا يقصد بيه الهايت بتاع الايه السبورت ده. نيجي هنا واحنا عارفين طبعا الهاند كلارنس وشرحناه قبل كده كتير، تمام خلاص اوكي اوكي خلاص. انا كده عملت ده، اروح جاي كده اهو واروح جاي هنا اهو، تمام. وحاجه هنا بص بقى ده في حاجه كمان، ايه هي؟ ان انا اغير البلاستر بتاعي. يبقى انا هعمل سكيب مرتين واروح عامل سيلكت لده كده، وبعدين هقول له ايه؟ هقول له ايديت، ومن عند الايديت اقول له ايديت براستر، واخش هنا عند ده واروح مخليه ايه؟ فاميلي 1، واخلي هنا اهو اقول له خلوه لي فاميلي 1، هنا اهو فاميلي 1، وهنا فاميلي ايه؟ فاميلي 1، وبعدين اقول له ابلاي، وبعدين اقول له ايه؟ اوكي اوكي. يبقى انا كده ظبطت الحاجه ايه كما هي. حاجه هنا اهو اغير الريلينج بتاعي، التوب ريلينج بتاعي هقول له ايديت، ومن الايديت هاجي عند التوب ريل ده، وبعدين هقول له خليه لي بدل هاند سيركولار خليه لي 50 في 50 وابلاي، راح اعمله لي كده، وبعدين اقول له اوكي، وبعدين اقول له ايه؟ اقول له اوكي. كده ظبطنا الحاجه زي ما كانت موجوده، تمام. حتى حطيت لك كمان الكورنر وكل حاجه اتظبطت زي ما كانت. هاخد ده كده واروح اعمل كده واروح اعمل سيلكت ده كده اهو، اوكي. انا عملت امبين هنا اهو، هقول له فلتر، وبعدين من الفلتر هقول له تشيك نان، وانا اقول له سبورت تاني، وبعدين اعمل اوكي كده. اخد ده كده واروح ايه زقه، اعمل له موف ايه شويه، سنه صغيره كده اهو، تمام. اجي اللي بعد كده واروح جاي كده اهو، واخد ده كده اعمل كده اهو، واروح اعمل سيلكت لده كده اهو بهذا الشكل، وهروح اقول له فلتر، ومن الفلتر هقول له تشيك نان، وما جاتش هنا السبورت بتاعي، يبقى ارجع تاني كده واروح جاي هنا اهو، واجي كده واروح عامل سيلكت لده كده اهو، واقول له فلتر، ومن الفلتر هقول له تشيك نان، واقول له سبورت، واقول له ايه؟ واقول له اوكي. حاجه هنا هقول له انبن، ومن الانبن عندي هنا كام؟ 0.07، هقول له ايه؟ خليه لي كام؟ 55. ابلاي، وبعد كده اجي كده اهو واروح عامل موف اللي ده بهذا الشكل، اوكي. اجي اللي بعد كده وهكذا، هاجي هنا اهو واروح واخد ده واروح عامل سيلكت لده كده، اوكي. فلتر، اجي هنا اهو تشيك نان، سبورت، اوكي تمام. هاجي هنا اهو واروح اقول له ان بين، وبعدين اجي من هنا واروح عامل واجي بهذا الشكل، اوكي. اجي بعد كده اهو، اهو اتعملت هي الشكل مش باين قوي كده اهو، اهو ايوه اهو تمام. وبعدين حاجه تاني كده عشان ال بتاع ده اللي هو الهاند كلارنس بتاعي، هقول له تشيك ان سبورت، اوكي هنا اهو كده اهو اهو مديلي 7، لا انا عايز ايه عشان كده هقول له ايه 55، واقول له ابلاي، اهو راحت ايه جايه لي بهذا الشكل. طبعا هنا الهاندل مخبي السبورت نفسه. حاجه هنا برده كده اعمل كده اهو، واقول له سيلكت ده كده، واقول له فلتر، ومن عند الفلتر تشيك نان، وانا اقول له سبورت، وانا اقول له اوكي، وبعدين اقول له امبين، وبعدين حاجه من هنا
واروح مخليه كام؟ خليه 55، سوري 55، وبعدين اقول له ابلاي، وبعدين هقول له من هنا واقول له ايه، اقول له موف تمام. وبعدين اجي هنا اهو، ده انت ممكن، انت ممكن انت تعمل جي، طب ده اعمل كورنر، ممكن، يبقى ده ملوش اي لازمه. او ما اعمل ايه، هعمل كده سيلكت ده كده واقول له فلتر، ومن الفلتر اقول له تشيك نان، وانا اقول له سبورت، وبعدين اقول له اوكي، هيختار ده بس، هقول له امبين، لازم اعمل له امبين، وبعدين اقول له ايه، اقول له ديليت. هاجي هنا اهو واخد ده كده اهو، واعمل سيلكت لده بهذا الشكل اوكي. وبعدين هقول له ايه، هقول له فلتر، ومن الفلتر هقول له تشيك نان، هختار السبورت، اقول له اوكي، هقول له ان بين، وبعدين من هنا هروح جاي كده اقول له ايه 55 تمام، اقول له ابلاي، وبعدين هاجي من هنا واروح اعمل موف، واروح هروح واخد ده كده واروح اعمل له ايه، اعمل له موف اوكي. اللي بعده ده هاخد اعمل سيلكت ده كده اهو، واقول له فلتر تشيك نان سبورت اوكي ان بين، واخد ده كده واخلي ده كام 55، ابلاي، اجي ده كده اهو واروح ايه اعمل موف لده، اجي هنا اهو، ده ممكن يربط فين، يربط هنا اهو، يبقى انا هاخد ده كده اهو واروح اعمل كده اهو سيلكت كده، وبعدين اقول له فلتر، ومن الفلتر هقول له تشيك نان سبورت اوكي تمام، هيبقى كام كده، المفروض ان انا اقول له امبين، وبعدين اجي من هنا واروح اقول له 0.0 55 ابلاي تمام، وبعدين اجي من هنا واروح اعمل موف، وعشان اخرج كده اهو كنترول زد اهو تمام. لو انا جيت هنا اهو برضو نفس الحكايه، هروح واخد ده واعمل سيلكت ده كده واقول له فلتر، واقول له تشيك نان، عايز السبورت بس، هقول له اوكي، هقول له امبين كده اهو، وده اخليه كام، اخليه 55، سوري ده 33، اخليه 55 تمام، اقول له ابلاي، وبعد كده هاجي من هنا واروح جاي كده اهو واروح اعمل له ايه موف بهذا الشكل تمام تقريبا. يعني نيجي هنا اهو وناخد فاضل دولت، ناخد ده نعمل سيلكت ده كده واقول له فلتر، وبعدين اقول له تشيك نان، واقول له انا هاخد السبورت، واقول له اوكي اوكي، وبعدين اقول له انبين، وبعدين هاخد ده كده واروح واخد ده واخليه كام، خليه 55، هقول له ابلاي، واقول له موف اهو تمام. حتى انا ممكن اعملها واير تمام، حاجه هنا نفس الحكايه برضو، واروح واخد اعمل سيلكت ده كله، وبعدين اقول له فلتر، واقول له تشيك نان سبورت اوكي ان بين، واخده كده واروح اقول له كام، اقول له 55 ابلاي، واخد ده واروح اعمل له ايه، اعمل له موف كده اهو. ده كمان نفس الحكايه، هروح واخد ده كده اهو واروح اعمل سيلكت كنترول زد، اخد ده كده اهو وقرب قوي كده اهو، وهروح اقول له فلتر، ومن عند الفلتر هقول له تشيك نان، وبعدين اقول له سبورت اوكي ماشي، هقول له المفروض ان انا كنت اخد ده بس، يعني انا معلش هاخد تاني لان انا اخترت الاتنين، يبقى انا اعمل سيلكت ده كده اهو اوكي، اقول له فلتر، وبعدين تشيك نان سبورت اوكي ان بين، هاخد ده كده واروح اخليه 55
تمام، وبعدين اقول له ابلاي، وبعدين اخد من هنا واروح شادد كده اهو واخليه لغايه هنا اهو، بس كده تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت السبورت بتاعي وظبطته فين؟ ظبطته على الستير بتاعي وهو ايه؟ مايل. بعد كده انا خلاص حطيت كل حاجه وعملت كل حاجه. طبعا هنا الاوفست ده سهل كده نقدر ندخله، هاجي من هنا واروح اخليه كام؟ اخلي الاوفست فروم باس اخليه 6 تمام، واقول له ابلاي، بس يبقى كده كله ايه تمام. هروح واخد ده بقى، مش معقول هاخد ده تاني واعمل نفس الكلام. هروح جاي كده هو اقول له ماتش تايب بروبرتيز، اخد ده سوري سكيب مرتين، واجي كده اهو واروح جاي من هنا واقول له ماتش ماتش، وبعدين اقول له ده خلي ده ده زيه. خلاص راح عامل لي ايه نفس الحكايه، انتر. خلاص كل بص كل حاجه بقت ايه؟ بقت تمام. هاخد بس ده كده عشان اغير الايه، اغير الاوفست بتاعي خلي 6، وبعدين اقول له ابلاي. خلاص كده يبقى كده اصبح ايه عندي ال قدرنا ان احنا نحط كده اه جينا ان احنا قدرنا ان احنا ايه ان احنا نحط السبورت، وقدرنا ان احنا نربطه فين؟ في البلاستر بتاعنا تمام. جيت كده هو رحت قلت له خليه لي ايه، خليه لي رياليستيك. اصبح ايه الشكل عندي زي ما هو ايه موجود باللايت بتاعه كده اهو. انت عايز تغير في الاضاءه بتاعتك تخش كده اهو، ومن هنا هتروح تقول له لايت، ومن اللايت هتيجي تخليه 40 ابلاي ماشي، وتقول له سموث او خليه 60 ابلاي. اوكي اوكي خلاص. يبقى انا كده عملت الايه، عملت الستيرز بتاعي وحطيت السبورت بتاعي زي ما هو موجود كده. يبقى احنا قدرنا ان احنا نفهم البارامترز والتايب بارامترز بتاع الريننج وبتاع الستيرز، وعرفنا السبورت، وعرفنا التيرمينيشن، وعرفنا ازاي بعمل اكستنشن، وعرفنا ازاي ان انا بغير في الستايل بتاع سواء وول او فلور او بوست. باذن الله باذن الله المره الجايه بقى ان شاء الله هنخش ازاي ان انا بعمل كرييت للستيرز، واخلي السترينجر بتاعي بقى ايه، اخلي السترينجر بتاعي كونكريت، ازاي ان انا بخليه كونكريت. باذن الله باذن الله ان شاء الله المره الجايه.